بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور احمد عيد الاجهوري من اداره التدريب في مستشفى العباسيه، وده الملف اللي كنا وزعناه على الدكاتره يمكن من حوالي شهر وسميناه عباسيه فورمولاري 2011، اللي هي قائمه الادويه المتوفره في الصيدلات الداخليه والعيادات الخارجيه في مستشفى العباسيه. يمكن الملف ده زي ما انا لما وزعت عليكم وعدتكم في اخره اللي هيبقى ليه تكمله بحاجتين، حاجه اسمها الفارماسيوتيكال فورمز، يعني هنقول كل دواء من الادويه الجينيريك اللي قدامنا ديت متوفر في صوره ايه، اللي موجود في صوره تابلتس، اللي موجود في صوره سيرب، اللي موجود في صوره حقن. وهنتكلم على الثيرابيوتكس اللي هو الفارماكو ثيرابيوتكس، ده الجزء الاساسي ان كل دواء بيستخدم في ايه. الحته الثالثه اللي الملف ده زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هو يمكن قديم اتزود عليه حوالي 3 4 ادويه، بس انا حبيت ابتدي بيه كنوع من النظره العامه اولا كده، ثم بعد كده لما تيجي التحديثات، لان لاحظت ان كتير من الدكاتره الجداد اللي انضموا معانا في المستشفى بداوا يكرروا في العلاجات ونزلوا في الاستقبال، فحبينا نقول نظره عامه، لكن هيجي بعد كده شرح بالتفصيل. دي الادويه المتوفره عندنا في مستشفى العباسيه، وانت عشان تعرف تتعامل معاها محتاج كذا حاجه. اول حاجه طبعا اسمها، وده اللي انا بحاول اعمله في الملف دوت، ثم بعد كده الفارماسيوتيكال فورمز، يعني ايه اللي موجود. يعني انا شايف هنا عندي فينيتوين، طب الفينيتوين دوت موجود عندك في صوره ايه في مستشفى العباسيه؟ هل هو موجود في صوره شرب؟ هل هو موجود في صوره حقن؟ هل هو موجود في صوره اقراص كبسولات؟ هنعرف، فده جزء مهم. يجي الجزء الثاني وده الاخطر، وده بقى مشروع حياتك وده اللي هنتكلم فيه بعد كده، هو الفارماكو ثيرابيوتكس اللي انت ازاي تستخدم الدواء دوت. وده يمكن هيبقى مبني على المحاضرات اللي بدأت وشغاله فيها دكتوره هبه صبري، اللي هي السايكو فارماكولوجي، البيزك سايكو فارماكولوجي، اللي انت تبقى فاهم الادويه شغاله ازاي. يعني دواء زي دوت مثلا بايربيديل اللي هو الترافستال في العباسيه، لما اجي اقول لك دوبامين اجونيست، لو انت فاهم بيزك سايكو فارماكولوجي وبيزك نيورو ساينس خلاص المعلومه وصلت، يعني دوبامين اجونيست. لكن الفرشه دي لو مش موجوده عندك اللي هي في الاندكشن كورس اللي احنا بادئين فيه، مهما هنقعد نقول لك ده دوبامين اجونيست مش هتقتنع غير بالكلام اللي ماشي في السوق ان ده برين ستيمولنت. وطبعا يعني كل الادويه سواء عندنا في الطب النفسي او غير الطب النفسي، يعني حواليها هالات كتيره من الاستخدامات السيئه او الاستخدامات الفرديه اللي هي بيسموها طبعا في الطب اوف ليبل يوز. والاوف ليبل يوز ده قد يكون مبني على دراسات، قد يكون مبني على خبره شخصيه. ولكن خلونا في الاول لما نيجي نتكلم دايما على الفارماكو ثيرابيوتكس نتكلم على الحاجات المعترف بيها والجايد لاينز. الادويه اللي عندنا في مستشفى العباسيه السنه دي في 2011، ويمكن الدليل ده اول مره يتعمل ولكن هتعدل بعد كده، هي مجموعات. المجموعه الاولانيه الانكزيوليتكس، ودي مجموعه اللي هي مضادات التوتر او مضادات القلق، لان احنا دايما هنحتاج نتكلم كتير بالعربي مع الناس، يقول لك الدواء ده ايه يا دكتور؟ ادمان. ودي اول فكره لازم نعرفها عن الادويه بتاعتنا لفكره الناس عنها، اللي دي ادويه بتاعت ادمان، بتسبب الادمان، يقول لك انا مش عايز اخد الدواء ده، فانت هتفهمه ده دواء ضد التوتر او ضد القلق. المجموعه الثانيه اللي عندنا من الادويه في مستشفى العباسيه هي مجموعه الانتي ديبريسنس او مضادات الاكتئاب، ولكن طبعا زي ما هنعرف ان الاسم ده يعني اسم نوعا ما يعني ما بيعبرش عن المضمون، لان الادويه دي بتستخدم في حاجات كتير جدا غير الاكتئاب. عندنا بعد كده مجموعه احنا بنسميها مود ستابلايزرز، يعني مثبتات استقرار المزاج او مثبتات يعني امراض المزاج، زي ما بنفهم الناس بنفهموا دي يعني ادويه بتخلي المزاج في حاله مستقره. عندنا بعد كده الانتي ابليبتيك دراجز، وده الاختصار ده مشهور فبنحاول نكتب الحاجات المشهوره عشان نعرفها، الاي اي ديز. عندنا بعد كده ادويه ستيمولانتس، يعني منشطه لقشرة المخ، ويمكن ما عندناش غير الدواء الوحيد دوت. عندنا بعد كده مجموعة كبيرة جدا من الأدوية اسمها أنسايكوتكس، والأنسايكوتكس ديت يعني من أهم الأدوية في مستشفى العباسية للإن بيشنت والأوت بيشنت، لأن طبيعة الحالات اللي بتجيلنا إحنا تيرشري سنتر، بيجيلنا ريفيرال من حتت كتير، والناس زي ما أنتوا هتشوفوا يمكن بتجيلنا في مستشفى العباسية عشان إحنا بنصرف أدوية. ثم بعد كده عندنا مجموعه بنسميها انتي كولينيرجكس او انتي باركنسونيان، وعندنا مجموعه دوبامينيرجكس، وعندنا حاجات ما لقيتلهاش مجموعه فحطيتها في ميسلينيوس زي عاده المذكرات بتاعتنا في كل الطب كنا نذاكر زمان، كل حاجه يحتاسه يا اما تبقى ميسلينيوس يا اما تبقى انومينيت. طبعا ميسلينيوس في كل العلوم وانومينيت ده بتوع التشريح بس، تمام.
فنبتدي واحدة واحدة نظرة عامة، ودي مش محاضرة تفصيلية ولكنها يعني محاضرة نظرة عامة كده في الأنكزيوليتكس. طيب أنكزيوليتكس أو هيبنوتكس هما الاتنين بيعتبروا مجموعة واحدة، ولو لاحظتوا في كل المجموعات اللي عندنا، أنا ذكرت حوالي 7 8 مجموعات دلوقتي، مفيش حاجة فيهم بتسبب الإدمان غير يمكن المجموعة دي، تمام؟ فعشان كده لما يجي الناس يقول لك الأدوية بتاعتكم بتعمل إدمان، وده يعني عقيدة موجودة عند كتير من الناس مثقفين أو غير مثقفين هنا في مصر، اللي الأدوية النفسية دي بتعمل إدمان، والدكاترة النفسيين دول بيدوا للناس أدوية تنيمهم عشان يتخمدوا أهاليهم تستريح منهم، والعيان هو اللي بيتأذى في الآخر ويجيله إدمان. دي فكرة مهمة، ومش هتعرف تكتب دواء في العباسية أو في غير العباسية في الطب النفسي غير لما تعالج الفكرة دي. فأنت بتفهمه والله، بتقول له إحنا عندنا مجموعات كتير دواء، واحنا اللي بنستخدمها الاطباء، واحنا اللي فاهمينها، ولو انت مشيت على الارشادات الطبيه بتاعتها عمره ما يجي لك ادمان. ثم ان مش كل الادويه عندنا بتعمل ادمان، احنا عندنا ادويه قليله جدا هي اللي بتعمل ادمان، ممكن مجموعه واحده من 7 8 مجموعات، وتكلموا كده بمنتهى الثبات تلاقي الناس بتلين معاك، والاهل يعني يبتدوا يقتنعوا بيك، وتقول له ثم في الاخر احنا الدكاتره بنعالج الادمان، ما فيش حد بيعالج ادمان غيرنا يعني. ثم ايه اللي هيخلي يحصل ادمان مع واحد بياخد العلاج زي ما الدكتور قايل له؟ المدمن لما بيدمن بيضرب الشريط كله او العلبه، واحده الصبح واحده الظهر واحده بالليل، مش زي ما احنا بندي قرص ونص قرص ومره ومرتين وقفه وتعالى لي وتابع والكلام ده. فالانكزيوليتكس دي مجموعه مع الهيبنوتكس بتستخدم في علاج القلق، في علاج التوتر، الانكزايتي، البانيك اتاكس، الانسومنيا، ولكن المتوفر عندنا منهم في العباسيه هي الامثله اللي قدامنا دي بس. فمش هيندرج كل الكلام اللي انا بقوله او الكلام اللي هنسمعه في المحاضرات عندنا في المستشفى. هم عندنا دوائين في المستشفى، البرومازيبام اللي هو من مجموعه بنزودازيبينز، والبوسبيرون مجموعه نون بنزودازيبينز. البرومازيبام اللي هو اسمه في المستشفى كالميبام، والتركيز اللي عندنا 3 مللي جرام، وده موجود عندنا اقرص بس. البوسبيرون عندنا منه 10 مللي وموجود اقرص بس، تمام؟ مش هنتكلم اكتر من كده عن دول، مجرد اسامي ونعرف ايه الحاجات اللي موجوده. نيجي بعد كده لمجموعه الانتي ديبريسنس. مجموعه الانتي ديبريسنس هي جواها يعني فاميليز كتير، ويمكن دايما كل الفاميليز القديمه هي اللي تلاقيها عندنا لازم الاول في العباسيه، على اننا مستشفى حكومه ولازم يبقى عندنا الحاجات القديمه والرخيصه غير الحاجات الجديده. فاحنا عندنا المجموعه القديمه جدا كلاسيكيه اللي كنت تسمع عنها وانتوا طلبه، يمكن لو جاء فكره الانتي ديبريسنس عند اي حد من اللي اتخرجوا من زمان ما يجيش في باله غير المجموعه دي، مجموعه التراي سايكليك انتي ديبريسنت، تي سي اي، ده اختصار مشهور هنسمعه كتير. عندنا منهم 4 حاجات جوه صيدلات المستشفى، الاميتريبتلين والنورتريبتلين والاميبرامين والكلوميبرامين، ودايما نعود اسامينا على يعني اسمعنا على الاسامي العلميه عشان ما نتعودش على الاسامي التجاريه وبعد كده نحتاس لما نخش الامتحانات او نقرا في مرجع او بنقرا في مقاله على النت او بنتكلم مع واحد اجنبي او في مؤتمر، وساعتها بقى بتشوف حاجات غريبه، تلاقي واحد قام يقول له هو التريبتيزول ما بينفعش في كذا، وتلاقي الراجل الاجنبي يقول له يعني ايه تريبتيزول؟ ادي التريبتيزول اللي هو الاميتريبتلين، ده التريبتيزول موجود عندنا منه في مستشفى العباسيه ال 25 مللي عباره عن قرص، وده النورتريبتلين، وده دواء مهم لازم نعرفه لانه بصراحه موجود في كتير جدا من الدراسات وعليه كلام مهم في حاجات كتير هنعرفها بعد كده، وهو موجود في دواء اسمه موتيفال قرص موجود عندنا، ومعاه حته من دواء تاني هنعرفها بعد كده. الاميبرامين وده دواء مهم جدا اللي هو التوفرانيل موجود عندنا 25 مللي، وده الكلوميبرامين، الكلوميبرامين ودوت موجود عندنا قرص 25 مللي وقرص 75 مللي. دول الاربعه التراي سايكليك انتي ديبريسنس المتوفرين عندنا في مستشفى العباسيه، اللي هو التريبتيزول اميتريبتلين والموتيفال نورتريبتلين وتوفرانيل وانافرانيل. نيجي بقى للمجموعه الاس اس ار اي، المجموعه التجاريه الضخمه جدا اللي الشركات بتسوق ليها وفي العالم كله، مجموعه الاس اس ار ايز اللي هي السيروتونين او سبيسيفيك سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، ونفهم يعني ايه الكلام ده لو نحضر محاضرات بتاعتنا في البيزك اندكشن كورسز، لان الكلام ده هيتقال مره واحده في حياتك وما هيتقالش تاني، يعني سيروتونين ويعني ايه ريابتيك ويعني ايه انهبيتورز ويعني ايه اوتو ريسبتورز وهيتري ريسبتورز والكلام ده. عندنا منهم في العباسيه يمكن 3 دلوقتي، انا حاطط منهم 2 وقت ما كتبنا الملف دوت. عندنا الصنف الاساسي منهم اللي هو الفلوكسيتين، وده يمكن مش مكتوب هنا هنكتبه بعد كده. عندنا السيرترالين والسيتالوبريم،
والسيرترالين ده بيتكتب في المستشفى بالاسم، اسمه سيرترالين 50 مللي جرام، او ممكن تكتب مودابكس، دي الاسامي اللي يمكن مشهوره في المستشفى. تمام. الستالوبرام موجود عندنا منه تركيز 10 مللي اقراص. في مجموعه تانية اسمها سيروتونين انتاجونست ري ابتيك، سيروتونين اجونست ري ابتيك انهبيتور، او سيروتونين انتاجونست ري ابتيك انهبيتور اللي هو ترازودون، واختصار بتاعه الاس اي ار ايز، يعني هنعرف الحاجات دي بعد كده بالتفصيل. بس الترازودون اللي هو عندنا في المستشفى اسمه التريتيكو، موجود منه قرص 50 مللي جرام. دي مجموعه الانتي ديبريسنت اللي جوه مستشفى العباسيه. نيجي بعد كده مجموعه المود ستابيلايزرز، وهتلاحظوا ان مجموعه المود ستابيلايزرز مشتركه مع مجموعه الانتي ايبيليبتكس في دوايين اللي هو فالبروويت والكاربامازيبين. فالكاربامازيبين والفالبروويت موجودين في مجموعتين، فهنا الليسته دي فيها دوايين متكررين، الفالبروويت والكاربامازيبين. طيب المود ستابيلايزرز دي ادويه بتستخدم في علاج الباي بولر ديس اوردرز، عشان المود سوينجز اللي بتحصل ما بين المانيا وما بين الدبريشن بصفه عامه، لكن طبعا الكلام ده ليه تفاصيل شديده جدا مش هنقدر نقولها في الملف ده دلوقتي او في المحاضره دي، ان مش كلها تنفع في الدبريسيف ابيسودز ولا كلها تنفع في المانيك ابيسودز، وفيها حاجات تنفع في الاكيوت فيز، فيها حاجات تنفع في المينتنس تريتمنت. ولكن خلينا ناخد بصوره عامه ان الادويه دي ده استخدامها الاساسي، وان كانت هي استخدامها اوسع من كده في الانتي امبالسيفيتي عموما، في علاج الابيسودك ديس اوردرز. ولذلك انا زمان لما كنت بشرح للشباب الكبار دلوقتي في العباسيه سمعوا مني الكلام ده كتير، قلت لهم مود ستابيلايزرز هي انتي ابيسودك، يعني دراجز ممكن بتعتبر انتي ابيسودك دراجز، اي مرض عندك ابيسودك غالبا هتحتاج فيه مود ستابيلايزر. ابوهم وعمهم هو الليثيوم، والليثيوم موجود في المستشفى باسم البرايانيل اللي هو 400 مللي جرام سي ار، ده المستحضر اللي عندنا في مصر، مش متوفر غير ال 400 والسي ار اللي هو الكنترولد ريليز، ما عندناش العادي وما عندناش ال 200. الفالبرويت وده بيستخدم كمود ستابيلايزر وكانتي ابيليبتيك، فهنتكلم عنه هنا وهنتكلم عنه هنا. الفالبرويت اللي هو الديباكين موجود منه عندنا اقراص، عندنا منه اقراص 200 مللي 500 مللي، موجود منه شرب، والشرب اللي في العباسيه السنتي فيه حوالي 50 مللي جرام. ودايما نحفظ في الادويه الشرب السنتي فيه كام، عشان لما نيجي نوزن الطفل ونتعامل، فهنقول الطفل ده مثلا وزنه 15 كيلو، هو هياخد مثلا 30 مللي جرام بير كي جي، هيطلعوا مثلا 450 على 50، هيطلع لنا في الاخر مثلا الطفل ده هياخد مثلا 9 سنتي، هياخد 10 سنتي، على حسب زي ما تطلع. تمام. فالفالبرويت اللي هو الدباكين، الكاربا مازيبين ودوت مود ستابيلايزر وانتي ابيليبتكس. الكاربا مازيبين اللي هو التجريتول موجود منه عندنا في المستشفى اقراص 200 مللي جرام العادي مش السي ار، وموجود منه شرب، والشرب بتاعه السنتي فيه 20 مللي جرام. تمام. فكده في ثلاثه مود ستابيلايزرز، الليثيوم اللي هو البرايانيل سي ار 400، والفالبرويت ديباكين، والكاربامازيبين اللي هو التجريتول. طيب الانتي ابيليبتكس اللي متوفره ايه في العباسيه، عشان طبعا احنا بنصرف انتي ابيليبتكس كتير، وان كان زي ما انتم عارفين احنا المستشفى سايكاتري، بس احنا عشان عندنا ادويه الناس بتجيلنا، وما زال العلاقه بين السايكاتري والنيورولوجي فيها يعني كروس اوفر في مصر، لان عدد النيورولوجيست قليلين زي ما عدد السايكاتريست قليلين، وطبعا زي ما احنا هنعرف بعد كده ان التخصصين ليهم علاقه ببعض، وان كان انت في الاخر هتمشي في تراك واحده مش هتقدر تشتغل الاثنين يعني. فالانتي ابيليبتكس المتوفره عندنا في العباسيه موجود عندنا كلونازيبام الدازيبام، والاثنين دول من مجموعه بنزودازيبينز. الكلونازيبام اللي هو الابيتريل موجود في المستشفى بالاسم ده الابيتريل، وده عباره عن اقراص 2 مللي جرام. الدازيبام موجود في المستشفى في صوره حقن، ما عندناش منه اقراص، والحقنه هتلاقي السنتي في 10 مللي جرام. دايما نحفظ الحقنه بالسنتي حتى لو كانت الحقنه فيها اكتر من سنتي، عشان نبقى عارفين السنتي فيه قد ايه.